عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيسام، كنتمنى من الله تكون أحوالكم كلها بخير وعلى خير، وتكونوا دائما في صحة جيدة وكل عائلات والأقارب ديالكم. أهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة. وجولتنا اليوم درت لكم المحل مينيسو الياباني اللي كاين في مرجان عين سبع، غنشوفوا العروض وكذلك الجديد اللي عندهم حاليا. وأول حاجة بغيت نشارككم هي هاد العلب أو المنظمات اللي يلاه دخلوهم جداد. هما راهم مصنوعين من البلاستيك ولكن غزالين البنات فريمون صحاح، تقدروا تنظموا فيهم بزاف الحوايج بحال الكريمات ديالكم، مواد التجميل، المقبضات وليزلاستيك ديال الشعر، وحتى لي بغوش والشوكات الفولارات وغيرهم. وفيهم بزاف الاشكال وحتى الاثمنه ديالهم في المتناول، وكيجيو يا اما في غرف النوم او في الحمام، خصوصا انهم مصنوعين من البلاستيك فما تخافوش عليهم، كيبقاو مزيانين وحتى الحويجات ديالكم كيبقاو مرتبين فيهم. وكاين حتى هذا الشكل اللي عجبني بزاف، جات مع المرايه ديالو وخاص بتنظيم المجوهرات ومواد التجميل، والثمن ديالو كيعمل 39 درهم. وكاين عندهم حتى هذا الشكل ديال المنظمات اللي فيه فليسر زوج ادراج صغار، واللي من ديالو فيه تقسيمات صغار باش تحطوا كل حاجه بوحدها، وراه متوفر في لي كولور. كاين فيه الابيض والصومون والتوركوا، ثمن ديالو هو 69 درهم. وكاين هذا الشكل اللي صغر منه شويه وحتى هو جاو فيه زوج ديال لي تيغوار، ومتوفر في نفس لي كولور، والثمن ديالو هو 39 درهم. وهذا النوع ديال المنظمات غزالين البنات، كنصحكم بهم لانهم كيساعدوا بزاف في التنظيم، خصوصا مع الاشياء اللي كيكونوا صغار بزاف فضروري ما كيتلفوا لينا. والا جمعتهم في هاد لي بواط فكتبقى كل حاجه باينه بلاصتها. ودابا ندوزو للنوع الثاني ديال المنظمات اللي يمكن لكم تنظموا فيه مختلف الاغراض، مثلا الملابس بكل اشكالهم واحجامهم، وكذلك الاغطيه، الفوات، اللعب والاغراض للوليدات الصغار، وحتى الاحذيه. صراحه مينيسو عندهم تشكيله كبيره من المنظمات وبموديلات غزالين بزاف، وتقدروا توظفوهم في عده استعمالات حسب الاحتياجات ديالكم. وفين ما حطيتهم كيجي المنظر ديالهم زوين، سواء داخل البلاكارات او في الادراج الا بغيتوا ترتبوا فيهم ملابس صغيره الحجم والفولارات مثلا، وحتى اللوينات اللي فيهم زوينه بزاف. اولا تقدروا تنزلوهم غير في شي جهه في غرفه النوم، خصوصا الا كانوا كبار وكيتسدوا بحال هادو، وكنتو دايرين فيهم اللعب د وليداتكم والحويجات اللي كتبغيوهم دائما. وراهم كيجيو حتى فوق خزانات الملابس واسفل السرير، والجهه الاماميه ديالهم جات ترونسبارونت كتساعدنا باش نعرفوا شنو فيهم لداخل بلا ما نحلوهم. وهنا كاين عندهم هذا الشكل اللي كيجي فيه طبقات وكيتعلق داخل خزانات الملابس، فيهم اللي صغار وفيهم حتى اللي جاو كبار وعراض، وحتى هما راهم متعددي الاستعمال وكيجيو فيهم مثلا الملابس، الحقائب والاحذيه. غنخليكم دابا تشاهدوا التتيمه ديال هذا الفيديو وتعرفوا على باقي اشكال المنظمات اللي عندهم. ونزلت لكم في هذه الجوله حتى الاواني والحقائب النسائيه واللي تخص خاصين بتنظيم الاغراض، وحتى اللي تخص ديال حقيبه السفر. عندهم شكيلات غزالين بزاف غيعجبوكم، بالاضافه طبعا لعده منتجات اخرى غتكتشفوا معايا من خلال هذا الفيديو، واللي كنتمنى انها تنال اعجابكم وتاخذوا منها ولو بعض الافكار اللي غتفيدكم اكيد. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم اللي كتهمني بزاف بزاف، وتعاليقكم والبارطاج مع الاقارب والاصدقاء. وبالنسبه للمشاهدين اللي اول مره غيزوروا القناه، مرحبا بكم، ضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بالجديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبله. خليتكم على خير.